خير، يوم جديد من عالم الصباح، اكيد مكفيين معكم خلال 3 ساعات على الهواء. اليوم 22 نيسان 2015، واليوم بحب لكم انه هو يوم الارض. طبعا يوم الارض يعني يوم المحافظه على البيئه والمحافظه على الارض. قد ما بنعطيها بتعطينا اكيد. في تبس كثير صغار ممكن من خلالها انه نقدر نحترم وننقذ البيئه وننقذ الارض، هو يمكن ببساطه قد ما فينا نحاول ننتبه على المي، ما نصرف المي اللي ما لها عازه مثل وقت الصبح منفرش اسناننا، نحاول قد ما فينا نسكر المي نحن عم نغسل وجهنا او عم نفرش اسناننا، كمان الضوء والكهرباء حافظ على الطاقه، بس نظهر من الاوضه او نبطل عم نحضر تلفزيون او نسمع موسيقى على الراديو، نطفي كل الكهرباء ونحافظ اكيد على الطاقه. كثير قصص بنقدر شخصيا و يعني من خلال كل انسان، مش ضروري نكون جماعة عم ننتبه على هذا الموضوع، ولكن كل واحد مع نفسه بيقدر ينتبه، إن كان حتى ما يكب الزبالة برا على الطريق من الشباك أو حتى على المي بالبحر. كتير قصص صغيرة بتفكروا أنه هي ما لها معنى أو ما لها هالقد أهمية كبيرة على الأرض، ولكن طبعا هي كتير مهمة. بعدين مع الوقت رح ننتبه قديه عم تأذينا ونحن قديه أذينا الأرض. فإذا علموا ولادكم من الصغر تتكون المسؤولية براسهم ويعرفوا من هن وصغار كيف يقدروا يحافظوا على البيئة. بتبس كتير صغار أكيد ما بنخسر شيء، بالعكس نربح صحتنا. رح لكم صباح الخير، وصباح الخير للشيف شادي. بونجور. صباح الخير رولا، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكل المشاهدين. مش عم تركب معي الجملة مظبوطة. نعم. أنا كمان. أهلا وسهلا فيك، شرفتي. مخفف شوي شعرات. صار لك زمان ما جيتي. وين كنتي؟ شو هالطلة الحلوة؟ ايه ميرسي. قد ايه عندي وقت؟ بصور ما بقى عندك وقت، قطع على السريع. بس قالكم شيء، قلت له اليوم ليه ما قطع شعراتك مش مقرعهم كلهم يعني بس ترك الغرة؟ قال لي حب لذيذ، قلت له قرعهم كلهم، قال لي لا بركي فكر مني، فكر جوزيف انه انا غيران منه. انا يمكن اقوم فكر الي وصل. صباح الخير ورح نشوفكم اليوم بكذا طله، وعن جد اهلا وسهلا فيك والحمد لله على السلامه. ميرسي لك، رح نرجع نشوفك اكيد. بدي اذكركم بالحمله اللي عم نقول فيها بعالم الصباح اسمها بدنا مصلحتك. طبعا كل شخص او كل بريزنتر موجود معنا مقدم الفقره رح يعطيكم تيبس بتهمكم وبتهم كل الناس، بيقدر بتقدروا من خلالها انكم تستفيدوا. خلينا نشوف اليوم شو هي التيب. لتحافظوا على اسنانكم بيضة وتحموها من الاصفرار نتيجة شرب القهوة، الشاي، المشروبات الغازية، بنصحكم تشربوا مي خلال تناولكم هالمشروبات ومن بعدها. بدنا مصلحتك. مكافئين معكم اكيد. خلينا نشوف حلقة اليوم شو بتتضمن. بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن، نصايح لتخفيف الضغوط مع روى بعصحة السلامة. شو هي البيوتي ليست اللي أنت بحاجة إلى معلمة بيشو فيه؟ لعب الأولاد الصبيان بألعاب البنات مع مايا بولادة بالدنيا. المشاكل المصرفية اللي بواجهوا ذوي الحاجات الخاصة مع غسان بصعب كتير. روايات شكسبير بالسينما مع غيدا بالسينما. ورشة ملح مع الشيف شادي على ميت لوف برجر with باربيكيو صوص. طبعا رقم الواتساب دايما موجود لكل شخص حابب يطرح سؤال ويستفسر عن حيالله طلب او سؤال، بيبعث لنا على رقم الواتساب اللي عم يقطع على الشاشه 01 0533 03 03. اول شيء مش 01 0 305-33-03. فإذا هذا الرقم خاص لكم، تقدروا تتواصلوا معنا من خلاله. أما هلأ خلينا نشوف كارمن شو محضرت لنا لليوم بالأبراج. صبحكم بالخير. اليوم الأربعاء 22 نيسان أبريل، لليوم الثاني على التوالي القمر مرافقنا من برج هوائي برج الجوزاء، وبعد الأجواء حلوة كتير للأبراج الهوائية. الجوزاء الدلو أيضا الميزان. كيف رح بيكون نهارنا؟ بنبدأ مع أول برج، برج الحمل.
بالنسبة لإلك اليوم مولود بشهر الحمل، هيدا نهار نشيط بتكتر فيه الحركة، طالع عبالك تزور كل الناس، طالع عبالك تسمع صوت كل الناس، وبالتالي اليوم في شوية عجقة، لكن كمان هيدا نهار كتير مهم للامتحانات وأيضا للمناقشات والمفاوضات. وبعتبر الأكثر حظا مواليد 25-26 و27 أذار مارس. ننتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور نهار كتير جيد لحتى تعمل حساباتك لتقيم وضعك، هيدا نهار معقولة تعيش أو تختبر أو تدخل بمرحلة امتحان وتقييم، ويمكن يكون في أرباح كتيرة بانتظارك، لكن ضروري أنك تكون محضر حالك، ما تخلي الأمور تاخدك هيك فجأة. ويلي لازم يبعد عن السرعة والمجازفة كليا هو 6-8 أيار مايو. منكمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء القمر ببرجك، لكن الشمس موجودة ببرج الثور البرج قبل برجك، وبالتالي أي شيء بتبدأه هو بداية لإنهاء مرحلة ما أو لإنهاء مسألة ما، فما غريب إنه يكون في إلك قرار أو يكون في إلك كلمة أو تدخل لحتى تنهي شغلة. على كل عندك 30 يوم تقريبا لحتى ترجع تستجمع قواك، لحتى ترجع تاخذ قرارات وتعمل اي نشاطات، فقط لحتى ترجع تستجمع قوتك، ولما يوصل عيد ميلادك بيكون في عندك صفحه جديده. الاكثر حظا 4-5-6 حزيران يونيو. بنكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان الأمور هادية، فحاول تستغل هيدا النهار بمسؤوليات كتير بسيطة كتير سهلة، ما تعقدها حالك ما تصعبها حالك، وإذا عندك مواعيد كتير مهمة وبعيدة وبدها كتير قوة وجهوزية تامة، إذا بتقدر تأجلها لبكرة بيكون يمكن أفضل، وإلا حاول تنطلق بكير وتكون مدعم حالك بنشاط وبتفاؤل. بيبقى المولود الأكثر تعبا نسبيا مولود تموز يوليو. ننتقل لبرج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد نهارك اليوم حلو ونشيط وجيد، هيدا نهار بتقدر تتكل فيه على زملاء، على أصدقاء، على ناس من حولك بيقدروا يساعدوك بشغلك، بيقدروا يساعدوك تحقق هدف ما، لكن ضروري أنك تكون أنت شخص اليوم عم تتواصل مع الآخرين بطريقة حلوة وجذابة. بيبقى المولود الأكثر حظا 5-6-7 آب أغسطس. منكمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء نهارك اليوم بيحمل أهمية، أهمية لأنه بيعمل فرق، بيعمل فرق بشغل، بالدرس، بحياتك الاجتماعية، وكأنه أنت اليوم أمام لجنة حاكمة، لجنة حكم، وبالتالي ضروري يكون البرفورمانس أدائك مميز. الجو بيحمل توتر، لكن الجو العام كله كتير حلو ويبشر بتقدم. الأكثر حظاً بعدهم مواليد شهر آب أغسطس بالإضافة إلى 8-9 أيلول سبتمبر. ننتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان الجو اليوم حلو لحتى تطلق بعض المشاريع والأخبار، ويمكن يكون لك آراء. الجو اليوم حلو للاختلاط بالناس لحتى تاخذ وتعطي. الجو اليوم إيجابي، الجو اليوم بيحمل لك نوع من التغيير أنت بحاجة له من بعد ما قعدت 30 يوم تقريبا مسكرة بوجهك. إذا في بداية انفراجات واسعة بانتظارك. الأكثر حظا بعده 1-6 أكتوبر تشرين الأول. ننتقل لبرج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب بكرة وبعد بكرة أفضل أريح وأنجح من اليوم، لكن ضروري تمهد اليوم للحظوظ الحلوة ناطرتك بكرة، لذلك اليوم ما بدنا نخليه يمرق مرور الكرام من دون ما نصلح خطأ أو من دون ما نظبط مسار. اليوم ضروري يكون في تقارب بوجهات النظر، ضروري تجرب تقرب حالك من الآخر، ضروري تعتذر أو تتنازل شوي أو تغير بمواقفك. ويلي لازم يبعد عن المشاكل سفر سنة 6-10 نوفمبر تشرين الثاني. مننتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس يمكن في حدا عقله مش عقلك، مش ظابطة، مش ماشي الحال، بنرفزك وبيعصبك، يمكن يكون أقرب الناس لإلك.
لذلك لحتى ما تنزعل الجو العام حاول انك تاخذ الامور بموضوعيه، بدك تكبر عقلك وتحكم عقلك وموضوعيتك. الاجواء اليوم يمكن تحمل خلاف مع احد المسؤولين، فكمان مطلوب منك انك تدارك الامور. بشكل خاص 25-26 نوفمبر تشرين الثاني لانك الاكثر تعبا. ننتقل لبرج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي الجو اليوم متقلب لكن بيضلوا أفضل من بكرة. الجو اليوم بيحمل مسألة طويلة بدها شغل، يمكن يكون العلاقة بأحد أحبائك، ولادك، عائلتك، يمكن يكون العلاقة بالشغل بحد ذاته بوظيفتك والمسؤوليات. نهار متعب، حاول أنك ترتاح، حاول أنك تنظم وقتك، جرب تبلش بكير. بيبقى الأوفر حظا بعد وصل له فترة مولود كانون الأول ديسمبر. منكمل مع برج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو اليوم تقدر تدخل الفرحة على وجوه وقلوب أحبائك وعائلتك والناس القريبة منك حتى بالمكتب. الجو اليوم إيجابي حلو، يبدو وكأنه في ناس بتسامحك وانت بتسامح الناس، في لقاء، في تلاقي وفي انسجام جيد جدا وملموس. الأكثر حظا 1-5 شباط فبراير. منكمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت بكرة وبعد بكرة في كل الفرق، يعني حاول اليوم تمشي هالنهار على الهدى بدون مشاكل، ما تخلي حدا يسمع صوتك، بالعكس تماما، خلي كل شيء حلو حتى ولو مزعوج ومتضايق عفوا او عم بيجربوا يستفزوك، ما توقع بهيدا الفخ. ليش؟ لأنه بكرة وبعد بكرة بانتظارك نجاحات حلوة، بانتظارك تقدم كتير كبير، إنجازات قد ما بدك، وبالتالي ما بتحرز تنزع نهارك. الأنشط والأوفر حظا مواليد شهر شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنة كتير مهمة واعدة بتغييرات مادية، بتغييرات بموقعك الاجتماعي والدراسي وحتى أيضا المهني. هيدي السنة تبشر بالخير بالتقدم. أيار مايو أيلول سبتمبر كانون الثاني يناير هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة. باي باي. بعد الإعلان 10 طرق لتخففوا الستريس مع ريوة بعصحة السلامة.